فردين الكشاف هذاك اللي قاعد على الكرسي انوى هذاك العلم طب احكي لنا صباح الخير انا وسام الله يعطيك الصحه يا رب يمكن صار عمر جاي يمكن 5 سنين صورهم صح وعاد تفضل بكون ماجر لك هذا في الشاشه ابو رامي ليه بياكل هذا المقطع عشان تدلوا اكل وصغير بضله قاعد احسن منه حط يعني جوا صورش بدك بس ما تصورنيش انا يلا يا شباب امسك اللابتوب فراولة ليمون نعجة طبيعي اشرب اشرب طبيعي يا معلم كجر الحمام ابو لمير شوية بالله يا حلو صور لي الابيض ايش نوعه؟ بغدادي انت عرفان هو رجله نصور شكل طير القبطة طلع اشوفه شوفه اجيب لك اياه تشوفه على الكاميرا يعني هذا ايش نوعه؟ هذا البغدادي شرير البغدادي عراقي يعني من العراق اصله؟ اه اصله عراقي دائما اغلب صور صورت بخير خلا هو مرة امس قام النمر خاجينه اياه ترمك الصوت من الشهور يريحوه لا يا معلم والنمر ملك الحمام هذا ايش اسمه؟ هذا هومر هومر غريب شيء الله يعطيك الصحة وين الناس اللي عارفة ساعة تدور؟ هاي قناة أبو الأمير الزيارة هاي حمام أيوة على العصافير على يا عمي مش لاقي داخل الاسم معكم كيف طاري صرت تنزل على الفحم يا عمي مش لاقي يا عمي مش لاقي يا اخي علي بدك احلف لك هاي ملك السوق بدنا عباد تقلع مش حضرة دي كل شيء بليون
وحش على اقصى اي وجع على عديس انا رمسوس ايش اسمه مش كنانير هدول خمسه عندي لك لمون هاي كنانير هاي كنانير امسك لك واحد يلا لا تمسكها مصار امسك لك واحد نشوفه امسك لك واحد والله عليك واحد الله على الفلوس وياخذوا ويدوس هذا برسونال رمزور هذا الفشل صوته حلو ذكروا انت يا جوا ارفع شو طب تبيع لي الكاميرا هاي ما تنسى الكلام تعال صور الكنانيب في مطعم ملك البسكليت يلا جربوا يلا جرب هاي كل احترام شوف مشي لك طلع يعني مشي لك طلع لا مالك يا حاج إله إله ملك البسكليتات إيه ملك البسكليتات شو يعني تلفونا إيه هاي هذاك ملك الكنانير هذوك قاعد قاعد هو شباب هذاك ملك الكنانير يا عم في ملوك وانت موجود يا زلمة انت الملك قلنا صور يا بصور عملك واحده هذا ارتك ارتك صوروا صوروا يا بصور شادي القطعه خذها يا ابو يزن ابعت يا رب شادي القطعه قطعه شاكر تفضل يا عيني كمان واحده لا لا واحده خلي على حسابنا يا خالد قول مش بستاهل خلي على علينا عيني حبيبي حبيبي عيني يا عيني بدي اطلع التلفزيون خلاص يا عيني لا لا صورك $100 لك انت بدك تنجح على ظهري من بعد $100 انا مش بسبع دقيقة مصريين ابو الوالد قول له اني $100 يصور بدك اياه بتكلم معك بتعرف انجليزي بتعرف انجليزي مش 100 شيكل $100 كمان الدولار بتكلم هاي قطعة شاكر عن اذنك والله يا حبيبي شاكر هاي قطعة شاكر ايه؟ ورينا مين بيقول صور انا ما كنتش ناوي اصور صور يا عبد في بحبوش فاللي بحب تكين من الوزارة ولا القيادة العامة بجعيل اي زلمة جاي يصور الحجة وين طلب يا حجة امشي امشي الوف عليها او ارجع صور الحج صور الحج يا عربية يا عربية يا عربية
ستي تاخذ خير يا محمد البر. نورنا هذا عملي بس قرفان. بس عشانك قرفان. طبيعي اعمل حالك بكفي عشان لما يشوفوني بقطعة تتحمس. اي قطعتين بشكل تعنق يا معلم. تديني بشكل. اي قطعتين بشكل يا معلم. اي قطعتين بشكل. اي قطعتين بشكل يا معلم. ايه هذا. الله يرزقك يا رب. افضح. هي بلد فيها خير هيك افضح. هذول اللي لازم احنا يا جماعة الخير نحرص على رضاهم. هذول هم يا جماعة الخير الناس اللي فعلا احنا بحاجة دخلة هالك نكون دائما على علاقة طيبة معهم نشوف الاستفتاج وشكلهم وما نفكر معهم ولو في اي شغلة مهما كانت بسيطة. هذول الناس هم بركة الحياة يا جماعة الخير. احنا بدنا نشوف السوق. يعني البرميل زي هذا حقه مليون ليره. ايش؟ البرميل مليون ليره حقه المحلات. اليوم بتراب يقولوا البرميل. قديش؟ مليونين. 20 والله بلا برميل من ايه بالجل والله بلا. الناس بتبيع برميلها بالجل. فيش مصاري ولا في شغل. عين الله والله يا حب. عين الله. وينه؟ اجواء كلهم اجواء ممطره. خذ مصاري. خذ مصاري عني ما نبوها من فكرة رأية. استفز الكلمتين هذولا. حسستك ان انت تستغلهم.
لنا البنوته اللي هناك كله شباب شباب اخي كله شباب شباب يا اخي اي ده والله من الصعود انا بدل لك فيها يلا بيع طيب بيع يلا بيع قول له نادي 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 ابدا على حدا سمع علم صوتك غرق لك جبل حجر يا الله أمين.